من منا لا يثار فضوله أو استغرابه وهو يتابع عرضاً لفنان يؤدي عدداً من مشاهد ألعاب خفة اليد؟ استخراج حمامة أو أرنب من الملابس ألعاب ورقية غريبة، تقطيع أجساد بشرية وتجميعها مرة أخرى وغيرها من الخدع عادة ما يؤديها هؤلاء الفنانون ببراعة فائقة. ورغم أن البعض يرد هذا الفن إلى زمن قديم، يؤكد بعض المؤرخين أن فن الخدع أو الوهم قد أسس في القرن 18 على أيدي بعض الفنانين الذين راق لهم تقديم عروض لتسلية الجماهير عبر حيل الخداع البصري وإيهام الناس بأن هذه الحيل تتعلق بقدرات خارقة. هذا الأداء عادة ما يؤدي إلى الخلط بين ما يؤديه فنانو هذه الألعاب وبين السحرة والمشعوذين، في حين وجد مؤخرا عدد من الباحثين في علم النفس من خلال متابعتهم لعدد من لاعبي الخفة أن ألعاب الخفة هي فن راق يؤديها فنانون قادرون على سحر الناس بأدائهم الغامض مثل الموسيقى والشعر والرسم، ولكن جوهر الحيل الماكرة أنها تجارب معرفية للإدراك الإنساني تهدف إلى دفعهم لتذوق إبداع يصعب عليهم وحدهم إدراكه. ويبقى السؤال، هل تصلح ألعاب الخفة أن تكون وسيلة ترفيه في مجتمعاتنا؟